بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. غادي نشوفوا ان شاء الله اكستري 8 ديال ال تي اون فوا ان فيو كوبل اورو، الرواية الخاصة بالثانية بكالوريا. وهاد الاكستري 8 كيبدا من لاباج 150. نبدا على بركة الله. اول شيء غادي نشوفوه هو سيتوياسيون، يعني الوضعية اللي كاينة في هاد الاكستري 8. سي لا دوزيام اني دو سيشريس دون لو بيي، يعني هذا يعني هي السنة الثانية ديال الجفاف في البلاد. بوشعيب غيفليشي على فونيغ دو فيلاج، يعني بوشعيب كيفكر في المستقبل ديال القرية. لا ديسكريبسيون دي كونسيكونس دو لا سيشريس، يعني الوصف ديال نتائج ديال هذا الجفاف على الساكنة وعلى البلاد بصفة عامة. لا سيشريس ا بوكو دو كونسيكونس سور لو بيي، يعني الجفاف عنده يعني نتائج كبيرة على البلاد. أولا كيتسبب في الإكزود غيغال، يعني كيتسبب في الهجرة القروية، يعني الناس كيسافروا أو كيغادروا القرية لأنها يعني كتعاني من الجفاف باش يبحثوا على العمل داخل المدينة. وهذا الموضوع هذا غادي نخليه أسفل الفيديو إن شاء الله، موضوع يعني جاهز فيه يعني مخدوم بالبلون أناليتيك، يعني فيه لي كوز إي لي كونسيكونس et les solutions ديال هاد الظاهرة ديال ليكزود رورال او الهجرة القروية. عندنا نتائج اخرى ديال لي جون كي شونج لو ميتي، يعني الناس بداو كيبدلوا الخدمة ديالهم او العمل ديالهم، يعني الا كانوا مثلا في الفلاحة ولاو كيبحثوا على عمل اخر. وعندنا لا ديسباريسيون دو جي بي، يعني اختفاء الحيوانات البرية. وعندنا لي فيلاج كي دوفيان دي غوين، يعني اصبحت القرى يعني على شكل اطلال، يعني الناس بداو كيهاجروا. وفي اخر المطاف سي كونسيكونس توش سورتو لي بوفر، يعني هاد النتائج هادي بالضروره كتمس بالفقراء. رياكسيون دو بوشعيب، يعني رد الفعل ديال بوشعيب تجاه الظاهره. اولا الكريتيك ليطا كي نو في aucun effort pour aider les pauvres، يعني كينتقد الدولة اللي ما دارت حتى شي مجهود باش تساعد الفقراء. وعندنا il est inquiet pour le village mais il garde espoir en l'aide de Dieu، يعني ولا يعني خايف على القرية ولكن دائما كيحافظ على الامل ديال ان الله سبحانه وتعالى غادي يساعدهم وغادي يفكم المحنة ديال الجفاف. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الاكستري هذا، كملنا جميع لي زيكستري اللي كاينين في هذه الروايه هذه. ان شاء الله لي فيديو المجي ان شاء الله غادي نديروا تلخيص ديال لي شابيتغ ديال روايه كونديد و لوبتيميزم. ما عليكم غير تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وشكرا على المتابعه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.